बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रात बिस्तर पर सोने से पहले ये दुआएं लाजमी पढ़ें। इन दुआओं को रात को एक मरतबा पढ़ने से इंशाल्लाह ताला आपकी हर जायज़ हाजत पूरी होगी और इंशाल्लाह ताला आपके रिस्क के तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे और रिस्क में बेपनाह इजाफा होने लग जाएगा। तो रात को जब आप सोने लगें तो इन दुआओं को एक मरतबा ज़रूर पढ़कर सोया करें। इंशाल्लाह ताला हाजात भी पूरी होंगी और रिस्क में भी इजाफा होना शुरू हो जाएगा। या वदूद या मबूद या महमूद, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैया, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। या रहीमु या रहमान, ला इलाहा इल्लल्लाहु सुबहानल हलीमुल करीम। या अज़ीज़ु या जब्बारु या मुतकब्बिर, ला इलाहा इल्लल्लाहु सुबहानल फताहिल अलीम। या जारल मुस्ताजिरीन, या वालियल मुमिनीन, या साहिबा कुल्ली गरीब, ला इलाहा इल्लल्लाहु सुबहानल हलीमुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुबहानल अज़ीज़िल गनी, ला इलाहा इल्लल्लाहु هو الرزاق يا الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيوب وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وارحمني أستغفر الله وأسأله التوبة أستغفر الله العظيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الملك الحق المبين سبحان رب العالمين سبحان الجبار المتكبر رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير سبحان الملك القدوس سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده عداد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم إنك عفو كريم، تحب العفو، فاعف عني. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء، وهو القوي العزيز. يا حي يا قيوم، يا حي لا يموت، يا حي لا إله إلا أنت. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.